ساهم مجلس التنمية الاقتصادية منذ تأسيسه في عام 2000 في مواصلة دعم المسيرة التنموية الشاملة في مملكة البحرين، حيث استطاع أن ينفذ عددا من المبادرات الرئيسية التي رفعت مستوى أداء الاقتصاد الوطني. في عام 2000 أنشئ الموطئ الأول للشركات الراغبة بتأسيس وإدارة مشاريعها في مملكة البحرين، وهو مجلس التنمية الاقتصادية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله. عمل هذا المجلس بالتعاون مع الحكومة ومجموعة من الشركاء على تنفيذ عدد من المبادرات الرئيسية التي رفعت مستوى أداء الاقتصاد الوطني، وقد ركزت بشكل كبير على رفع القدرة التنافسية الاقتصادية وزيادة الإنتاجية وخلق قوة عاملة ماهرة في البحرين. ويتميز فريق عمل المجلس بالخبرة الكافية والمعرفة العميقة والموارد المتميزة لمساعدة الشركات على التحليق عاليا في سماء النجاح. دور مجلس التنمية الاقتصادية هو جذب وتشجيع الاستثمارات المباشرة سواء من الداخل أو من الخارج، وذلك لتعزيز الاقتصاد والمساهمة في خلق وظائف عمل في البحرين. طبعا مجلس التنمية الاقتصادية يعمل مع القطاع الخاص والقطاع العام، واللي بدورهم يعززون الاقتصاد المحلي ويضع مملكة البحرين كوجهة استثمارية. الخطة المستقبلية للمجلس المواصلة في جذب الاستثمارات واللي بدورها تساهم في خلق فرص عمل محلية. جهود مجلس التنمية الاقتصادية لتعزيز الاستثمار في القطاعات التي تنمي اقتصاد البحرين وتحقق له الاستدامة مستمرة، فقد وضعت تلك الجهود المسيرة التنموية في وجهتها الصحيحة بتوجيهات من حكومة صاحب الجلالة الملك المفدى المركزة على تنمية الإنسان البحريني أولاً، بالإضافة إلى العمل الدؤوب المبني على الدراسات والخطط بعيدة المدى لجذب الاستثمارات والمشاريع العالمية بما تتطلبه من تهيئة للبنى التحتية ووضع الأطر التشريعية الملائمة، إضافة إلى تقديم التسهيلات الجاذبة للاستثمارات المتنوعة. اليوم طبعا نجح مجلس التنمية الاقتصادية في الجذب الكثير من الاستثمارات بمساعدة فريق البحرين. فعلى سبيل المثال عندنا نجحنا في استقطاب شركة أمازون ويب سيرفيسز تكاتفت كل الجهود من القطاع الخاص من القطاع العام لجذب هذه الاستثمار. كان هناك فريق مختص يصيغ بعض القوانين وفريق مساند لتسهيل جذب هذه الشركة إلى البحرين. مع تفشي جائحة كورونا ولله الحمد العمل بمجلس التنمية الاقتصادية ما تأثر، يعني فعلنا في شهر مارس البزنس كونتينيوتي بلان عندنا، والموظفين بدأوا العمل من المنزل وما تأثرنا أبدا، وطبعا هذه بفضل جهود فريق العمل. وآخر شيء حصل المجلس عليه اللي هي جائزة أفضل مشروع إلكتروني لفريق المشتريات. يضم فريق المجلس ممثلين للقطاعين العام والخاص ممن يعملون معا بشكل وثيق لتمثيل دور مهم في جذب الاستثمار، الأمر الذي جعل المجلس بوابة ومركزا إقليميا لعشرات المشاريع العالمية ذات القيمة المضافة العالية إلى الاقتصاد الوطني. منذ إنشاء مجلس التنمية الاقتصادية في عام 2000 لم يتوقف العاملون فيه عن تعزيز المناخ الاقتصادي للمملكة وجذب الاستثمارات إليها وخلق مكانة اقتصادية دولية لها. ريم جناحي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.